اسمي منى، متطوع بالدفاع المدني السوري. من فترة طويلة منطقتنا عم تتعرض للقصف. كل العالم تعودت، وقد تسمع صوت صفات الإنذار تخاف وترتعب، لأن هذا بيعني أنه في موت جاي من السماء. جاي اللي تعال عندي على السرية. الله أكبر. بين كل هالعالم الميتة والمصابة والأهالي اللي عم تبكي عليهم، كان في طفلة وحيدة وما في حدا جنبها، ما فيها روح. مر الساعات وما حدا من أهلها إجا. طلبوا كتير مني إنهم ياخدوها وما أعطيهم إياها. بعد ما عرفوا إن فقدت أغلب عائلتها بالقصف، كان واحد من أصعب الأيام اللي مرت علي بحياتي. دائماً بكون على أتم الاستعداد بلباس الميداني وخودتي. قطن، شاش ومطهر، هاي هي عدتي يلي بقدر أحملها معي من المركز وقت بصير أي شيء وبدي أطلع على الضربة. قلبي قوي، بعرف الأمر مخيف ومناظر الدم بتحرق القلب، بس بعرف حالي لازم يكون قوي وما أخاف، مشان الأهالي كمان ما يخافوا ينهاروا. لأن احنا لازم نكون سندهم بهاي الحالة المأساوية.